والموضوع اللي معنا دلوقتي من أهم المواضيع اللي ممكن يحول الحال بإذن المولى سبحانه وتعالى إلى أحسن حال، فقط بشرط تشتغل على نفسك، بشرط تبعد عن منطقة الراحة، عن منطقة الأنتخة، يكون عندك هدف، يكون عندك إرادة إنك تبقى أحسن وتمشي على الطريق ده. القصة عنوانها ممكن يكون مجعلص نوعا ما، مش مفهوم، لأنك بتتكلم عن رقمنة، عن معلوماتية، عن كابلات، عن برمجة، عن قصص ممكن تكون بعيدة عن ناسنا وأهلينا الكرام. علشان كده خلوني قدر المستطاع أبسط القصة لحضراتكم. واحد هنا ممكن يقول لي أيوة أنت ممكن تبسطها حلو زي الفل، بس برضو مش هتفيدني ولا تفيد ولادي ولا تفيد أسرتي، فكلمنا أحسن بقى في حاجة يعني تفيدنا في اللي نعرفه، كلمنا في حال اقتصادنا، كلمنا في حاجة تعلى بينا، تعلى بمرتباتنا، تعلى تسند يا سيد اقتصادنا في الوقت الصعب اللي احنا موجودين فيه، تحسن أحوالنا. هنا أقول له ومين قالك إن ده مش مرتبط بالكلام اللي أنا هقول لحضرتك؟ ده مرتبط بيه قلبا وقالبا، ده ألف باء رفع المستوى لمستواك، ده ألف باء زيادة للمرتبات بتاعتك، ده ألف باء ارتقاء بحالك انت وأسرتك، وكمان ألف باء دعم لاقتصادك واقتصاد بلدك. وهنا قبل ما يزيد بقى في الاستغراب أقول له نمشي مع بعض مع القصة واحدة واحدة. بص يا سيدي، رقمنا أولا يعني كل شيء يبقى رقمي، يعني مثلا الخدمات اللي بتتقدم لحضرتك أو اللي انت عايزها من الحكومة، لو مثلا عندك ورق عايز تخلصه من الشهر العقاري، بدل بقى ما تاخد اجازه مخصوص من شغلك وتطخ مشوار لغايه الشهر العقاري وتقف طابور طويل على ما تستعلم، وبعدين تقف طابور تاني على الخزنه، وبعدين طابور تالت على الموظف اللي هو هيملى لك الاستمارات والورق بتاعك، وطابور رابع بقى على الختم والامضه، وطابور خامس على التوثيق، وسادس وسابع اليوم يخلص وممكن تضطر ان انت تيجي تاني يوم علشان تكمل باقي الاوراق. لا يا سيدي، انت ماشي في طريق دلوقتي ان كل الاجراءات المجعلصه دي، كل الاوراق اللي كانت بتضيع عليك الوقت، تخلصت عن طريق الموبايل اللي في ايد حضرتك وانت قاعد ممدد في البيت. حتى الرسوم ممكن كمان تدفعها عن طريق الموبايل، ممكن تحجز ارض صناعيه وانت قاعد في البيت عن طريق الموبايل، ممكن تحجز تذكره القطر، ممكن تدفع اللي عليك، ممكن تعمل تخلص امور كتيره جدا وانت قاعد في البيت، فتوفر لنفسك وقت ومجهود وارهاق، والأهم كمان تقضي على الفساد، لأن ألف باء فساد هو التواصل المباشر ما بين مقدم الخدمة اللي هو الموظف وبين متلقي الخدمة اللي هو حضرتك اللي محتاج خدمة معينة من الدولة. فلما تفصل ما بين الاتنين، هنا الموبايل نفسه مش هيقول لحضرتك كل سنة وانت طيب يا باشا ويفتح لك الدرج، ما فيش الكلام ده، فتكون قضيت على مش كل الفساد، لأ جزء كبير من قصة الفساد. نرجع للخبر. الخبر بيقول إن الرئيس افتتح في العاصمة الإدارية مركز البيانات الرئيسي للدولة المصرية. الدولة صرفت عليه عشرات المليارات من الدولارات مش من الجنيهات. هيصب فيه كل بيانات ومعلومات الدولة المصرية، متأمن على أعلى درجات التأمين، موجود تحت الأرض، ما يتضربش بأقوى القنابل، عاملين فصل كامل ما بين الأجهزة اللي متوصلة بالإنترنت والأجهزة اللي هي خاصة بالشبكة المؤمنة دي. كمان عاملين مراكز تبادلية، يعني لو لا قدر الله في مركز تبادلي أو مركز معين حصل له أي حاجة، على طول المركز التاني يحل محله ويقوم بنفس المهام. الرئيس قال لو حقيقة عايزين نكون أغنى، مرتباتنا أعلى، تزيد ونحس برفاهية أكتر، وبولادكم يكون لهم مستقبل أكبر، لازم ولا بد ندخل في المجال ده بتاع تصدير الخدمات بأي شكل. يا ريت حضراتكم بس يعني نركز مع بعض في الجزء اللي جاي ده، لأنه مهم جدا جدا جدا. أولا، إحنا دلوقتي في مصر ما شاء الله 106 مليون وكسر، يعني بيشتغل في مجال التعهيد في مصر حوالي 150 ألف شاب، عايزينهم على الفترة اللي جاية إن شاء الله يعني يكبروا يوصلوا مثلا لنص مليون ولا حاجة. طيب يعني إيه تعهيد في الأول؟ أقول لك يعني تصدير خدمة معينة، يعني مثلا لو في شركة اتصالات معينة في بريطانيا، الكول سنتر أو الكاستمر سيرفيس بتاع الشركة دي، خدمة العملاء، بتلاقوهم موجودين فين؟ بتلاقوهم موجودين هنا في مصر في القرية الذكية. فلما مواطن بريطاني عايز يكلم خدمة العملاء في شركة الموبايل البريطانية، عايز يستفسر، عايز يشتكي، عايز يعمل أي حاجة، هنا اللي هيرد عليه شاب مصري موجود في مصر بيصدر الخدمة دي لفين؟ لبريطانيا. ده اسمه تصدير خدمة تعهيد. الشاب ده ممكن يعمل بتاع يعني من 20 لخمسة وعشرين ألف دولار في السنة، وده للعلم، أنا بتكلم على المستوى الأول في التعهيد، يعني ده للعلم المستوى الأول.
يعني أقل قدرة لاستخدام الموارد البشرية، لأن في أعلى من كده، في مستوى تاني وفي مستوى تالت. المستوى التاني مثلا ممكن يوصل بالشاب أنه يعمل $60,000 أو أنه يصدر $60,000، لأن ده مستوى البرمجة. المستوى التالت بيكون المجالات المتخصصة الأكثر تخصصا، ممكن يوصل $100,000 و$200,000 و$300,000. الرئيس قال في بعض الدول عندهم 3 مليون فرد بيشتغلوا في المستوى التاني اللي هو مستوى البرمجة. هنا في اعتقادي الرئيس بشكل واضح بيتكلم على الهند، لأن الهند عملت غزو في فترة من الفترات لوادي السيليكون، وادي المعلومات اللي موجود في الولايات المتحدة الأمريكية، المكان فيه ثورة يعني برمجيات في الصناعة هناك. كنت قريت تقرير وقلت لحضراتكم قبل كده، رجع ل 2015، بيقول ان في 35,000 هندي رجعوا من امريكا للهند. طيب رجعوا من امريكا للهند ليه؟ اقول لك، رجعوا بعد ما تشربوا الخبرة اكتر واكتر في الشركات الامريكية، ورجعوا علشان يأسسوا شركات في الهند تنافس مثيلتها الامريكية. انت متخيل لما واحدة من اكبر الشركات الامريكية في مجال البرمجة والخدمات اللي هي اوراكل، يبقى المقر الرئيسي لعمليات الدعم الفني بتاعها موجود في الهند مش موجود في أمريكا، شغال فيه آلاف الهنود. الرئيس قال ده دور مشترك ما بين الدولة بالتدريب اللي بيكلف آلاف الدولارات والدولة ملتزمة بيه. وزير الاتصالات حتى النهاردة قال إن خطتهم إن عدد اللي هيشتغلوا في تصدير الخدمات ده يبقى يوصل ل550,000 متخصص بإذن المولى على 2026، يعني كمان سنتين اتنين إن شاء الله نوصل بيهم لرقم تصدير $9 مليار إن شاء الله. الرئيس قال زي ما الدولة عليها دور، لازم الأسرة كمان يكبر دورها في رعاية أطفالها، تبص المستقبل ولادها من وهم لسه في الصغر، تحببهم في القصة دي، ياخدوا كورسات برمجة يعني ولو أولية يا سيدي، بداية الأمر اللي هو يتعرف على الشيء واحدة واحدة، يكبر مع القصة دي مع كامل الاحترام والتقدير. والرئيس بيقول إن لما يعني الكل يدخل في كليات أداب ولا تجارة ولا حقوق ولا مع كامل الاحترام والتقدير للكليات دي طبعا يعني، بس سوق العمل مش محتاجهم، مش محتاج لكل الأعداد اللي بتطلع دي بالطبع، مش محتاجهم في الوقت اللي فيه شاب تاني ممكن يعمل $30,000 مثلا وهو قاعد في البيت من القصة اللي بنتكلم فيها دي. خلونا نضرب مثال على واحدة من الشركات الأمريكية الكبيرة اللي كنت كلمت حضركم عنها قبل كده، وشركة ما شاء الله ارتقت من أول سنة كانت موجودة فيها، الإيرادات بتاعتها ضربت لفوق رقم ضخم جدا ما تتخيلش أنها وصلت له دلوقتي. مثلا فيسبوك اللي هي بقت ميتا، في 2004 أول ما ابتدت كانت عاملة الإيرادات بتاعتها $400,000. $400,000 يعني أقل من $500,000، حاجة يعني ولا تذكر أساسا في السوق الأمريكي. تاني سنة على طول اللي هي 2005 وصلت الإيرادات $9 مليون. شوف النطة، قفزة كبيرة. في ننط كم سنة كده نوصل مثلا ل 2006. 2006 وصلت ل $48 مليون. 2010 $2 مليار. شوف القفزة بقى، $2 مليار. 2014 $12 مليار. 2018 $55 مليار. 2019 $70 مليار. 2020 $85 مليار. وصلنا ل 2021 كانت القفزة بقى الضخمة، يعني $117 مليار إيرادات لشركة ابتدت بكام؟ $450,000. يعني بالجنيه المصري لما تيجي نحاول كده بسعر السوق النهاردة، 5,500,000,000,000 جنيه مصري. حضراتكم متخيلين دي شركة واحدة إيراداتها في سنة واحدة، يعني الشركة ما زادتش الضعف ولا الضعفين ولا المئة ضعف ولا الألف ضعف، لا دي الإيرادات وصلت ل290,000 ضعف ما شاء الله. طبعا شركة بالحجم ده بقى تدفع ضرائب أكتر معتبرة للدولة الأمريكية، فتلاقي أمريكا من ضرائب الشركة دي وضرائب شركات تانية يعني ماشية بنفس الشكل زي مايكروسوفت أو أبل أو إنتل أو تسلا أو غيرها من الشركات، عندها أموال ضخمة جداً من عائداتها من الضرائب، تصرف على جودة التعليم، تصرف على مستشفيات، على خلافه من الخدمات اللي تقدمها الدولة الأمريكية. لو بصيت لشركة أخرى زي شركة فيسبوك مثلا، شركة جوجل، شركة جوجل هتلاقي جوجل في 2021 حققت إيرادات وصلت ل $257 مليار. حول كده للجنيه المصري، أو بلاش نحول للجنيه المصري، استنى لما نعلى شوي، لأن في 2022 وصلت إيرادات شركة جوجل ل $282 مليار. هنا نحاول بقى للجنيه المصري يطلع لك كام؟ 13 تريليون
جنيه مصري، يعني أكبر من ميزانية دولة زي مصر أصلا. يعني أنت متخيل شركة واحدة فقط؟ فأنت لازم ولابد تمشي على نفس السكة دي. ما ينفعش إن في كعكة كبيرة الكل بيخطف منها وبيعايز يبقى ليه مكان فيها وانت بعيد عنها. لا، لازم ولا بد تمشي فيها. دلوقتي انت عندك عدد معين من المصريين وهدفك ان يوصلوا لاكتر من 500,000 كمان سنتين ان شاء الله. لا، لازم توصل لاتنين مليون، لتلاتة مليون، لاربعة مليون، لخمسة مليون مواطن مصري يكونوا شغالين في القصة دي. تعلى مستوياتهم، يعلى الايرادات بتاعتهم، فتلاقي بالطبع بيعود على الدولة المصرية بشكل او باخر وبتتحسن احوال الناس. انت بتتكلم في عظمة بمعنى الكلمة في مجال البرمجة وتكنولوجيا المعلومات. لو انت ما اهتمتش بيه هتخسر كتير قوي جدا من السوق اللي ما بيرحمش اللي بيتخلف عنه. زي ما بنقول دايما، اللهم يا محول الحول والأحوال حول حالنا وحال بلدنا إلى أحسن حال. اللهم آمين.